لبنان الجنسية. لا تعرف هذه الصغيرة سوى أنها تعيش في لبنان وأن والدتها لبنانية، ولكنها لا تحمل جنسية هذا البلد. أتت مع والدتها كي تشارك في الاعتصام الذي نفذته حملة جنسية كرامتي اعتراضا على صدور مرسوم رئاسي يقضي بإعطاء 112 أجنبيا الجنسية اللبنانية. تفاجأنا بمرسوم العار اللي طلع وجنس 112 شخص ما خصهم بلبنان اصلا، وتبين انه فيها محسوبيات وتبين فيها اشياء من تحت الطاوله. خايفين من التوطين. 76 الف امراه لبنانيه متزوجه من اجنبي، بيناتهم فقط 4000 امراه فلسطينيه. المعتصمون راوا في المرسوم عارا على الدوله واعادوا التذكير بقضيتهم. بدي اعرف ليه اولادي ما معهم جنسيه لبنانيه؟ انا اولادي خلقوا وربيوا بلبنان ودمهم لبناني. شئوا أم أبوا اليوم ولا بكرة الجنسية بدهم ياخدوها، بدهم ياخدوها من قلبهم، من قلب الوزير الداخلية ومن قلب رئيس الجمهورية اللي عم بيعطي العالم الغرب 112 واحد جنسيات اللي هني ما بيعرفوا شيء عن لبنان. رخصة الاعتصام أعطيت ليكون أمام وزارة الداخلية، إلا أن القوى الأمنية منعت المحتجين من الوقوف هناك وأجبرتهم على تغيير موقعهم. لم يثنهم ذلك عن الاستمرار في التحرك، منددين بالهاجس الطائفي والديموغرافي الذي يتذرع به السياسيون لحجب الجنسية عن أولاد هذا الوطن.